الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد وناقشة المواضيع والقضايا، وبإمكانكم مشاركة آرائكم في قناة التعليقات. ويا ليت ما تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك حتى يوصل المقطع على أنحاء المنصة ويستفيد منها الكل. واللي حاب يدعمنا يقدر يشترك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك أو السبسكرايب، وحبذا تابعونا على باقي منصات التواصل الاجتماعي وتحصلونها دائما موجودة في قناة الوصف. فإحنا ندخل نشعب في العديد من المواضيع، ولا شك أن أهمها اللي تخص الأمور الاجتماعية وبالذات الوطنية، اللي دائما نجيب عنها أخبار تخص النجاحات اللي تقوم فيها القيادة عندنا بارك الله فيها. فإحنا ولله الحمد ننعم بأفضل نظام حكم على وجه الأرض، وهو النظام الملكي المطلق. فلا شك أن اللي ينظر للأنظمة الأخرى فلن يجدها أفضل من النظام الملكي المطلق، لأن يكون فيه الحاكم رمز لكل المجتمع، ويلم أيضا توجهاته وحتى اتجاهاته المستقبلية. فولله الحمد كان ولا يزال ولاة الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية بارك الله فيهم متمسكين بالمنهج القويم على الكتاب والسنة، ولا شك أن لهم دور أيضا في لم شمل طبقات المجتمع ومؤسساته والحفاظ على الاقتصاد وأمن هذا المجتمع وحتى شعبه. ولا شك ولا ريب أن أحد مزايا النظام الملكي المطلق أن ولاة الأمر فيه سريعين في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشاريع وإتمامها، ولا شك هذا اللي بنستعرضه في هالمقطع، وبنجيب لكم حزمة من آخر الإنجازات والنجاحات اللي قاموا فيها ولاة أمورنا بارك الله فيهم في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية وعلى كافة المجالات. ولا شك أننا بنبدأ بالمجالات الاجتماعية واللي ترمز لتوجه الملكي، ولا شك بعده نبي ننتقل لجهود ولاة الأمر عندنا بارك الله فيهم في تنمية الاقتصاد والمشاريع المستقبلية، وأيضا لا شك نبي نعرض بعده الجهود الأمنية اللي تقوم فيها المملكة العربية السعودية، وأيضا بعده نبي ننتقل للجهود الإسلامية وحتى الجهود الإنسانية اللي تقوم فيها قيادتنا بارك الله فيها داخل الوطن وخارجه. فخلونا نبدأ مع الأخبار الاجتماعية اللي لها طابع ملكي. فتعرفون ولاة الأمر وخصوصا أمراء المناطق لهم دور كبير وبشكل ملحوظ في الوقوف مع كافة طبقات المجتمع وخاصة اللي تحتاج المساعدة والرعاية. فأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قدم بدعمه لجمعيات رعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن، وحقق نجاح هائل ومبهر في الآونة الأخيرة، وخصوصا في إدخال الفرح والسرور عند أفراد المجتمع. وهذا لا شك أن اللي يميز النظام الملكي المطلق في حرصه على كافة طبقات المجتمع وخاصة أفراده اللي يحتاجون الدعم والرعاية، ولا شك ما قصروا فيها ولاة أمرنا بارك الله فيهم. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بارك الله فيه، فدعمه متواصل واللي حقق نجاحات مضاعفة انعكست على الجهود والإمكانيات في التعاون الوقائي اللي تقوم به الشؤون الصحية بالمنطقة. ولا شك أن أميرنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حريص دائما على تحسين ورفع الجودة والجهود في كافة المجالات، وخصوصا اللي لاحظناها مؤخرا في الجوانب الصحية والوقائية. نسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في مؤسسات الدولة اللي قامت بكافة الجهود اللي تخدم المواطن وحتى المقيم. كما أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وفر دعم كامل لمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي، واللي كان دعمه ورعايته واهتمامه مستمر حتى في الاطلاع على المشروع وكافة الخدمات الطبية التخصصية اللي يقدمونها بأعلى المستويات والجودة للمواطنين وحتى المقيمين. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير فساهم في دعمه برفع الجهود والجودة بخدمات شركات الكهرباء السعودية، واللي لا شك أن بدعمه وجهوده اللي قدمها وفقها الله فساهمت في إسراع تنفيذ المشاريع بالمنطقة اللي استفاد منها المواطنين وحتى المقيمين. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة فقدم دعم مستمر للقطاعات الصحية، وخاصة اللي وفرت كافة الإجراءات الاحترازية وتوعوية للمواطن والمقيم في المنطقة. ولا شك هالجهود اللي يقومون بها أمراء المناطق بارك الله فيهم فهي مستمرة وبشكل ملحوظ، ولا شك إن هذا أيضا يميز دور النظام الملكي عن باقي الأنظمة الأخرى. لكن الإنجازات ما وقفت فقط على الجوانب اللي تخص المجتمع، بل هناك أيضا جوانب أهم تعكس التوجه الملكي وهو دعم الاقتصاد. وخلونا ندخل على آخر الإنجازات الاقتصادية اللي يقومون بها أمراء المناطق في المملكة العربية السعودية. فكان دور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعال، وخصوصا في تقديم دعمه المستمر لكافة القدرات والإمكانيات اللي موجودة في القطاع الخاص حتى يعزز المساهمة في تنمية الاقتصاد. ولا شك أننا لابد نحرص على إنعاش الجانب الاقتصادي، وخصوصا من خلال دعم القطاع الخاص وبالذات اللي يعكس التنمية الاقتصادية في الوطن. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير دكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم فدعمه الهائل
الفعال والمستمر وحرصه على تعزيز اقتصاد المنطقة وبذات عند المشاريع الناشئة وخصوصا الأسر المنتجة، واللي ما قصر بارك الله فيه خصوصا في تقديم دعمه للمشاريع الناشئة اللي مختصة في صنع المعدات الوقائية من الكمامات وغيرها في المنطقة. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، فدعمه الهائل والمتواصل بارك الله فيه ساهم في إتاحة العديد من البرامج التدريبية والتطويرية واللي تم توفيرها لكافة الأعمار من الأطفال والناشئين وحتى البالغين، وفي مجالات متعددة وبالذات أهمها ريادة الأعمال اللي لا شك بيكون لها دور فعال في تنمية الاقتصاد في المنطقة، نسأل الله أن يبارك فيهم. أما عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، فمستمر بارك الله فيه بدعمه للكوادر والجهود اللي كان لها دور فعال في إنجاز الأعمال والخطط المستقبلية في المنطقة. كما أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، فجهوده في دعم متواصلة بارك الله فيه، وخصوصا اللي ساهمت في رفع الجودة بتهيئة الأدوات الصحية والوقائية وتعقيم الأماكن وخاصة سكن العمال في كافة المحافظ والمراكز بالمنطقة. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، فحريص في دعمه أيضا لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي تقوم بها مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات الخاصة بالنقل سواء كانت في جازان أو حتى الميناء الخاص فيها لضمان السلامة للمسافرين في رحلاتهم وخصوصا حول المدن في المنطقة أو حتى الجزر المجاورة لها. ولا شك أن الجهود اللي تعكس تنمية الاقتصاد الوطني فهي تعكس على حرصنا لدعم توجه الملكي، لأن أحد مقوماته الاقتصاد، ولا شك أن القيادات ومؤسسات الدولة بارك الله فيها مستمرة فيها تنمية، ولا شك أيضا في مجالات أخرى تهمنا في النظام الملكي وهو جانب الأمن والحماية، ولا شك أن هناك جهود عديدة يقومون بها القيادات ومؤسسات الدولة بارك الله فيهم بالجانب الأمني. فصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة العصيم مستمر في دعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات الأمنية اللي كان لها دور ملحوظ في الآونة الأخيرة، وخصوصا اللي تعاونوا فيها فرق الأعمال التطوعية اللي كان لهم دور إنساني واجتماعي أثناء فترة منع تجول. كما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بأماناتها وبلدياتها مواصلة في دورها بتنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع من خلال الجولات الرقابية وتفتيشية على المحلات التجارية وحتى المنشآت الغذائية وباقي الأسواق والأماكن العامة. ولا شك ولا ريب أن التعاون مستمر مع الجهات الأمنية بشكل كامل وخصوصا مع المواطنين والمقيمين لتنفيذ منع تجول الكامل في الميادين وحتى طرقات، واللي لا شك لاحظنا في الآونة الأخيرة خلو المشاة وحتى السيارات في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية. لكن لا يزال دور المملكة العربية السعودية هائل أيضا في جوانب أخرى وخصوصا اللي يمثلها وهو الجهود الإسلامية. فصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك حرص في دعمه لكافة الجهود اللي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة والإرشاد في الترتيبات وتنظيمات اللي تقدمها باستقبال المصلين، وبدأت في الأماكن اللي تم رفع الحظر عنها بشكل مؤقت واللي ساهمت في نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية مؤخرا. أيضا صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، فحريص بارك الله فيه حتى في دعم كافة الجهود اللي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة والإرشاد بالمنطقة حتى تتم جهازية كافة الفروع تابعة لها واللي نجحت حتى في تطبيق الإجراءات الوقائية. أيضا وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة والإرشاد فتعاونها مستمر مع كافة الدول الإسلامية وآخرها مملكة الأردن، اللي تم توزيع كميات من المصاحف الشريفة من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واللي قدموا عدد كبير من المصاحف للعديد من المراكز والجمعيات الإسلامية بمملكة الأردن. أيضا الجهود الإنسانية اللي تقوم بها المملكة العربية السعودية خارج الوطن، فلا ننسى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اللي شارك في حملات تعقيم وتطهير الأماكن والساحات العامة داخل مخيم الزعتري الخاص باللاجئين السوريين في مملكة الأردن، واللي تعاونوا مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حتى يشاركون في تعقيم وتطهير أماكن الأخوة اللاجئين السوريين في مملكة الأردن. أيضا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمر في توفير الخدمات الطبية المجانية للاجئين، وخصوصا في جمهورية لبنان اللي تم توفير العلاجات اللازمة لكل اللاجئين وإتاحة مراجعة الأطباء لإجراء الكشوفات وحتى صرف الأدوية المطلوبة. أيضا سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إمدادات دوائية بدفعات هائلة في الآونة الأخيرة وحتى المساعدات الطبية اللي وفرت للأخوة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحسين القدرات الصحية في الجمهورية اليمنية حتى يحظى بها الشعب
الشعب اليمني. كما أن حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حققت إنجازات هائلة في الآونة الأخيرة من جوانب النظافة والوقاية وحتى الإصحاح البيئي اللي تم إزالة المخلفات والقمامة المكدسة في العديد من الأماكن، واللي لا شك كان لها دور هائل في تحسين حال المدن في الجمهورية اليمنية، ولا شك سهولة تنقل الشعب اليمني اللي لاحظ الجهود السعودية في الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة. ولا شك هالشيء هذا يجعلنا موقنين أننا في أحسن نظام حكم، وهو النظام الملكي المطلق اللي ولله الحمد فضله ما كان على المجتمع فقط بل على باقي المجتمعات الإسلامية والعربية. نسأل الله أن يوفق قيادتنا ومؤسساتنا ومجتمعنا لكل خير، وحبذا أن تشاركوني اقتراحاتكم وآرائكم في خانة التعليقات، وياليت ما تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك حتى يصل على كافة أنحاء المنصة، وللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.